الاوتيل ده عشان حلمت وانا عذراء. عذراء؟ حلمت اني اقضي فيه شهر العسل. شايل لقط العسل لوحده، عشان كده انا حاقد عليه. خف ايدك عن وسط شوية من فضلك. الناس تقول ايه؟ اسف، اصلي نسيت نفسي. تعرف ان شاهين بيرقص احسن منك؟ هو كل حاجة شاهين شاهين؟ مفيش لحظة بتعدي من غير شاهين؟ طبعا، مش جوزي؟ لحد الزلزال اللي حصل بينا امبارح في البلكونة كان حبي الوحيد. واخبار البركان اللي حصل في الطريق الصحراوي ايه؟ ارجوك ما تفكرنيش بقى، انا مش هأمن لك تاني ابدا. كاس تاني؟ انت بتحاول تلف لي دماغي، لكن انا صحيالك وانا نايم لك. حسونة. نعم. انت حمار يا فندم. شاهين حكالي على حكايه عرفت منها انك حمار. في اتنين موظفين في الجمارك مستعدين يتعاونوا معاه. ولا دخل ايه بالموضوع ده؟ دخلك ان امضاءاتهم مش كفايه، من غير امضاتك ما تمشيش. ومش هتمشي. انا قلبي عليك يا حسونة. طوعني. شوف يا ماسر، أنا يمكن عندي نقط ضعف كتير، لكن مش مرتشي. اسمح لي، أنت غاوي فقر. فقر ليه بس؟ ما هي مسطورة وكل ليلة في إيراد. والنبي أنت على نياتك. تسمي فلوس الجنيوتة دي إيراد؟ دي سبارس. اللي زيك ابن عمرات. ماسر، حكمة مراتي بنت ناس طيبين. كفاية خليتها تلم سبارس. أتاري شاهين رامي توبتك. أنا تعبت. يلا بينا نطلع ننام. يلا. أدخل. في ايه؟ وعامله كده ليه؟ حسونة التسجيل واقف شغلهولي. تسجيل؟ شغال اهو ما فيهوش حاجة. حسونة أنا كدابة. دي كانت حجة عشان أجي أقعد معاك. أنا بخاف أنام لوحدي. وكمان كنت عايزة أشكرك عشان حافظت عليا. غصب عني. أنا شامر رغم أنفي. تعال اقعد جنبي. لا حسونة تعال. ما بلاش. تعال. تعرف إن حبنا ممكن يفضل شريف؟ لا مش ممكن. ممكن لو ساعدت شاهين في الجمارك وبقى عندك 100,000 جنيه تفرقع مراتك وفرقع جوزي ونعيش في اللوكندات على طول. حسونة انت عارف انا بحبك قد ايه ومستعدة اضحي عشانك باعز ما املك. ميسة اخذ الشيطان يا ميسة، اخذ الشيطان يا اختي. نايم على وداني؟ تعالى. الواطي واطي. تعالى هنا يا واطي. نك. وجيته بالديزل ولا بالاتوبيس؟ الظهر عشان يسيبني. يا خساره.
صارت الايام اللي قضيتها من غيرك اكتشفت دلوقتي انك حاجه ظريفه خالص. كمان سجلته ليله الدخله. عايزه تخلصي مني كده بالسهوله دي؟ ده انت هتتمني الموت وتحلمي بيه لكن مش حطوا لي يا حبيبي قدامي يا هاني وعلى وشك. حسونة حسونة حوش عني هاني قدامك عشر دقايق ما عندناش وقت. خد امسح عرقك كتخيبة. لو فيها رزالة يعني البس هدومي. يعني لازم تموت بالملابس الرسمية؟ الله، هو حضراتكم ناويين تفسعوني يعني خلاص؟ التعليمات اللي عندي شن. الشن على خيرة الله. يعني هعلقك في الحمام عشان المسألة تبان انها انتحار. يا سلام يا سلام. لكن لو حبيت تنط من البلكونة انا ما عنديش مانع. كل اللي برجوه منك انك ما تجبرنيش ألجأ للعنف. احنا برضو كلنا عيش وملح مع بعض. طيب حلفتك بالعيش والملح تعتاني. ابو سيدك ابو سيدك اوف. احلف لك بايه؟ ان حاولت اقنعه انه يسلمك للبوليس وبلاش حكاية الاعدام دي. رفض. اه على خيرة الله. برافو هايلة. ده انت ممثلة كبيرة اوي. تلمستك يا بيه. خلاص يا شاهين ضمنت الجمارك. حصونا من النهاردة بقى خاتم في صباعك. مبروك. بنفسك. طب وانا هفضل كده على طول؟ مراتك بالكت؟ زوجة مزيفة؟ جرأيها ميسم. انت ليكي كل مظاهر الزوجة الحقيقية. عايشة معايا في بيت واحد ومراتي قدام كل الناس. لكن مش قدام ضميري. حلوة مش قدام ضميري. بلاش تنتحر. عارف ايه النتيجة؟ هيديك رصاصتين ويسمع المحكمة التسجيل ويطلع براء. ومراتك تعرفك على حقيقتك وعيلتك تستعر منك ومحدش هيرضى يمشي في جنازتك. يا راجل خليك جدع كده. حد طايل يستريح من الدنيا. طيب طيب اوف. يعني كل امتى في نظرك ان المغفلين بيدفعوا في حرم شاهين بيه اغلى سعر؟ مصيدة يعني كمين ممثلة. ما يسأل بيني وبينك شغل شغل وبس بيزنس. انت تشتغلي انا ادفع واللي بتاخديه مش شوية. عمارتك ما شاء الله اللهم لا حسد اهي طلع لفوق زي الصاروخ والدور السابع قرب يكمل. ما تقريش على نفسك حبيبي. معاك دفتر الشيكات بتاعك؟ معايا. بقولك ايه؟ ايه؟ نحاول نجس نبض شاهين بيه. تكتب له شيك ب50,000 جنيه زي ما تقول كده غرامة عقوبة بدل عرض. واجيبهم منين انا؟ يا اخي اتصرف. 10 شيكات كل واحد ب5,000. ماشي ماشي بس انا ماليش رصيد. يا اخي قلت لك اتصرف بس قول يا رب يقبل. خش. خلاص يا شاهين بيه مضى شيكات ب50,000 جنيه رد اعتبار. اتفضل عشان خاطر انا اعف عنه. العلاقات بيننا يا نادل هتستمر زي ما هي. شغلنا في الجمرك زي ما هو. سهرتنا في البيت بالليل زي ما هي. علاقتك بمراتي زي ما علاقة مراتك بمراتي زي ما هي. مش عايز اي غبار او اشاعة تمس اسمي. مش شاهين اللي اتقال عليه مراته لعبت بيه. مهزلة مهزلة اني اعيش وياكي تحت سقف بيت واحد. معلش مضطر
علشان الخبر ما يتسربش لأعدائي. لكن خليكوا فاهمين كويس، أي تمرد التسجيل موجود، هحطمها وحطمك. طيب ألبس، ألبس هدومي. متشكر يا وقف، متشكر أخويا، متشكرين.